أهلاً وسهلاً بكم في قناتكم قناة الحرية للأخبار الحصرية. رجاءً الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشكراً. أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بأن أكثر من 8000 مدني قتلوا منذ أن غزت روسيا أوكرانيا قبل عام تقريباً. وتوقعت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا ولديها عشرات المراقبين في البلاد أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى إلى حد كبير من الحصيلة الرسمية، إذ إن عملية التحقق لا تزال جارية وفقاً لرويترز. وبيّنت أن الحصيلة الجديدة تعديل لأخرى سابقة عند 7199 قتيلاً منذ بدء الغزو في 24/2. وأضافت أن نحو 90% من الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الأسلحة المتفجرة. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء. لا تنسوا ضغط زر الإعجاب وترك تعليقاتكم.